كيف ما قلت في المرة السابقة أن العولمة هي يعني قولب، يعني نحاول أن ننشئ قالبا واحدا لندخل فيه جميع المستهلكين ليستهلكوا بطريقة موحدة. لهدفنا فكما كنت أقول العولمة هي يعني قولبة الاستهلاك أو قولبة النمط الاقتصادي بصفة عامة. فالعولمة تؤثر على أنماط الاستهلاك عن طريق الفرص المتاحة للأفراد وللشركات. فكيفما كتشوفوا الآن في هذه الصور، فالعولمة يعني ربما هي يعني هي الآن هنا كيولي المستهلك الأسترالي يستهلك كالمستهلك الإفريقي كالمستهلك الأوروبي كالمستهلك الأمريكي، نفس نمط الاستهلاك، نفس نمط يعني الثقافي. يعني نحاول أن نمسح يعني التنوع الثقافي في خصوص الاستهلاك بصفة عامة. وهنا ربما لك من راح تكون واحد المثال بشركات عابرة للقارات، مثلا ماكدونالد وهذاك مول البصارة ولا مول الطاجي. أنك عندما تستهلك منتوج محلي بثقافة محلية فأنت تلبي حاجيات يعني الإنسان على الصعيد المحلي وتنتج دورة اقتصادية إيجابية محلية. هذيك 10 دراهم ولا 20 درهم اللي تصرفها في وزان ولا في الشاون باش تاكل واحد أكلة محلية، هذيك 20 درهم غتبقى تماك ويعود النفع ديالها على الصعيد المحلي بطريقة يعني واضحة جلية ومستدامة. هذيك 85 درهم اللي غتمشي تشري بها واحد الهامبرغر في واحد الريستورون معين، هذيك 85 درهم غتمشي بالعمله الصعبه كامله تقريبا الى الخارج، وبالتالي نفعها سوف يكون ضعيفا جدا جدا على التنميه المستدامه. اكثر من ذلك عندما نعود ذوقنا ويعني ثقافتنا الغذائيه على تناول يعني اطعمه معينه فالرجوع الى الخلف يكون صعب جدا، انني غنولف ناكل شي حاجه حلوه مالحه الى اخره بواحد الطريقه معينه، اللي غنقول ملي شي مره غنذوق البصاره ولا غنذوق شي واحد الطعام يعني اخر ما غنبغيش ما غنبغيش. وهذا خاص بالنسبه للشباب الصغار، دابا الشباب الصغار الثقافه الاستهلاكيه ديالهم كتضيع وتعوض بما هو يعني عالمي الى اخره. كيولي الشاب كيحماق على كل ما هو حلو، كل ما هو مالح وفيه واحد ليزاديتيف، فيه واحد المضيفات اللي كتخليه دائما يعني بحال واحد يضرب، بحال واحد نوع ديال المخدر يبحث عن على هذاك النوع ديال الماكله. وهنا كيفسد حتى الذوق والثقافه الغذائيه. فهذا امر اساسي جدا، يعني وعلاقه العولمه بالاستهلاك، يعني نحاول ان ننتج نمطا استهلاكيا موحدا اللي كيسهل على الماكدو وعلى الكي اف سي وعلى غيرهم انهم يبيعوا لنا في المكان. وهذه عمليه كتخدم عن بعد، كتخدم بطريقه يعني فيها نوع من التسويق، فيها نوع من الاثاره، فيها نوع من التحبيب بهذا النوع ديال الانماط الغذائيه، وفيها من نوع اخر فيها يعني كنحاولوا امكن ان ناثروا على المستهلك انه ما يبقاش كيبغي ذاك الاستهلاك المحلي ديالو. وهذا هو الامر الخطير بالنسبه لي. يعني السنوات المقبله قد لا نجد اشخاص يعرفوا شنو هي البصاره.
قد لا نجد أشخاص يعرفون شنو هي يعني هر البرد، قد لا نجد أشخاص يعرفوش نعم يعني هذه يعني هد قد لا نجد أشخاص يعرفون شنو هي الجلابة، قد لا نجد أشخاص يعرفون شنو هي واحد أنواع ديال الأنماط ديال 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 الأنماط الاستهلاكية الآن اللي هي الآن كضياع على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني. حتى أو قد نجد هذه الأنماط الغذائية قد مسخت، شمعنى مسخت أنها أدخلت عليها تعديلات يعني أفقدتها يعني خصوصيتها. هذا جانب. جانب آخر اللي بغيت نتكلم عليه كذلك وهو الآن ما نعيشه الآن. نمشيو تكلموا على حسب التضخم والغلاء وكذا وكذا، لكن في المقابل هناك إسراف وهناك تبذير يعني بشع على جميع المستويات. اولا إسراف وربما تبذير في استغلال الموارد النادره، لان الاقتصاد هو علم الندره، ومع الاسف